جالي سرعات، جاله ايه؟ دروع. معلش يا حبيبي. عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ يلا بينا مع رانك جديد ونبدا بالمصانع الحراريه. وجبت تشيك المتمرد، يلا بينا. احنا غالبا كده اربعه عرب صح؟ معلش. احمد واحمد ومين تاني؟ الله، احمد واحمد ضربوا بعض ليه كده؟ وابراهيم، فين ابراهيم؟ ماشي. ايه ده؟ جالي بردوجة، دي حاجة غير طبيعية، استخدمه على طول. استنى لا. خوف يسيب حاجة، ما سابش حاجة. سرعات. ايه الصاروخ الخارق؟ ايه ده؟ كله بيقع. كويس، عايز اسلحه بقى، اسلحه بقى بسرعه. ما اعرفش مني ازاي. ايوه ده منبه ولا ايه؟ طيب دي ناس صايعة يا بابا، ده بيجي لها برضه جوه الرابع والخامس و... حلو حلو حلو. ولا اللي ورايا يعني؟ مش ورايا قوي، لو جاله برضه هيجيبها. نحاول احافظ على الدرع ده. اللفة الأخيرة. ماشي، فرق بيني وبينه كويس. غالبا كده الخامس. خلاص خلاص خلاص. أو الرابع. استنى جوكو. في المركز الخامس. المدرج منورين يا شباب. يا رب يعلق ويلغوه خالص ويبدلوا بحاجة تانية يا رب. علق. معلقش. يلا بينا. حلو. يا اخي طريق حتى بعرف اتكلم وانا بلعب. سوبر انجن وسرعة يا احمد. ضيعت كل حاجة يا احمد. استنى اللي طبقته في البداية. ما خلاص يا وحش. هنفضل نضرب في بعض. انا بسرعه تاني. عدي. لا ما تقفش وتضرب بقى. ما انا ممكن اعمل كده اهو.
بس يا عم عدونا بلفة يا عم العيال يا عم. كويس حلو حلو. ولا تشيك على احمد 8 قدامي وزفاير قدامي فعلا. هذه الدجاجات بيجي لها ايتمات بمهاره بس انا مش عارف العب كود بمهاره الصراحه يعني. ما انا اتخنقت من الطريق. ايه ده ما في 90 بردوجة كانوا بيقولي لازم الكهرباء تيجي في الاخر كده بسرعة بقى. ما الدبل يبقى السابع ليه كده؟ ليه كده يا حبيبي؟ ليه يا بابا؟ ليه نعطل بعض؟ يلا بينا لا خلاص انا بموت غرقت تحت وبرضه تضربوني وفي لي سرعه. طيب لا اله الا الله في اتنين وقعوا في الترعه. هو ده حلو ده احمد تي ما تضيعش الدرعين. انت فاقد سرعتك شفت شفت عشان كده. احمد دبليو تاني اجري. احمد دبليو احمد دبليو حرام عليك يا اخي. طب يعني اجري معايا بس ما تضربنيش. ولا جالك قنابل؟ جالك ايه؟ جالك ايه؟ جالك ايه؟ انا بعيد اهو، انا بعيد خالص، انا بعيد. يلا درع. ده معاه درع بيضرب قنابل ولا ايه ده؟ مش فاهم. وانا الرابع؟ معقول؟ ازاي الصندوق ما لبسوش؟ تضربنيش بعد التربو بقى. ابراهيم معاك درع انت كله سوا. احمد دبليو لا ضربني وطلع بقى مركز اول بس قدامي. كويس يا ابراهيم على الزجاجة. كهرباء حرام. مشحونة؟ تقريبا مش مشحونة مش عارف. مشحونة. احمد دبليو اتضرب تاني اهو. احسن هو اتضرب كتير. احنا اللي رافق دين السرعة. ايوه مين ده اللي ضرب احمد دبليو؟
اضربوا يالا اضربوا يالا اضربوا. ايوه كده يستاهل. ايه لا انا بعيد، انا بعيد عن الصندوق والله. هو فرق في مين يعني اصلا؟ احمد دبل اتضرب بعيد، اتضرب بعيد عن الصندوق وانا كنت بعيد عن الصندوق. ازاي بقى احنا الاثنين بقى؟ لا اله الا الله، حرام حرام. المركز الاول كان يا جدعان ده، ارحمونا بقى بالكهرباء دي. احمد دبليو بقى، احمد دبليو بس خالص. ايه يا عم انت، ايه يا عم انت؟ يلا بينا، مش عايز افضل كل شويه الخامس الخامس الخامس، انا زهقت. يس يا ولد يا لعيب، ما جاتش في حد خالص الحمد لله. يعني يا ولد يا لعيب اللي هو وراني السلاح ايه؟ بس انا سمعتها خبطت في حد والله. فكان ليه 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 ما مشي كويس اهو. اسف ابراهيم دمرته خالص. فعلت في اخر فاسوة، الحمد لله لقيت فعلت عشان ساعتها ما قدرتش اتفعل اصلا. ايه قنبلة وصاروخ. لا ما رضاش ينط والله. انا زهقت من الطريق ده وزهقت من الاختصار ده. استغفر الله العظيم يا رب. الطريق ده ما بيمشيش معايا صح ابدا. احيانا بيمشي صح يعني. شكرا اللي فعل الكهرباء. بص انا عايز تفاح. لك بس بزجاجة ولا بس زجاجة صح؟ لا بس جالي سرعات، جالوا ايه دروع. معلش يا حبيبي ضيعت ضيعت نفسي يا عم خلاص سيبني يا الحظ. حرام يا جدعان حرام. ايش يا وادي الساعات وانا اللي زعلان بجيب مركز خامس. طب رجعوني مركز خامس تاني. طيب يلا بينا. يلا السوبر انجن الجميل. يا ابني ابعد بقى عني بقى.
اوه مش عارف هيرموا التلغمات فين، عمال اوسع ومش عارف هيرمي التلغمات فين يا واد. اوه ابراهيم لبس يا الهي. اوه ايه التلغمات دي كلها وليه مش كاملة؟ ليه مش كاملة التفاح ليه؟ عايز اضرب اي حد اللي يبقى ماشي حدش ورايا اصلا. كهربا كهربا مش مشحونة مش مشحونة، معنى كده الولد ده هيقف لسه شوية. جابتني برضو شكرا. لا هو ده الحظ يعني، الكهرباء الرخمة دي والله حرام يا عم. تفضل بقى واقف مستني الكهرباء عشان معكش دروع وتجيبك وتتضرب. تفقد سرعتك، تفضل ماشي لفه بدون سرعه. ايه ده؟ لكن هيهات. لما تكون متوقع ان في تلغيمات في مكان حتى لو اكتر من اللي انت متوقعه ممكن تقدر تتفادى. لكن لو مكان انت مش متوقع فيه تلغيمات مش هتعرف تعمل اي رد فعل. كهربا كمان ليه؟ مشحونه. كده كده كنت ضايع، حتى لو استنيت كنت هستنى كتير جدا وبرضه كنت هضيع. يلا على الاقل كده احتمال يكون في فرصه ان انا اجيب السادس مثلا. احمد دبليو اي سابقني، اتفضل يا احمد. يا جدعان الغوا الكهرباء يا جدعان. يا راجل نكمل الطرق الجميلة المنحدرات الجلجية الثلجية. يلا بينا. السرعات دي كلها. طب قنبلة طيب حتى لو هجاز. وسع. طب انا هضرب اللي جنبي دول ازاي يعني؟ اوخر نفسي كده. تعالى جلو جلو يا ابني يا ابني خليك قدامي يا ابني. معاك تاني يا ابني، معاه صواريخ ومعاه بيجي لهم اسلحه. انا بلعب بغير اسلحه وانا التالت والاول والتاني قدامي. يا يعني لما اجي اضرب واحد هو يتضرب اصلا. احمد تي الاول يا ولد. لا يا جوكو كل مرة عند السرعة بعد التربو ازرق بتضرب من جوكو ده.
ضربت في حته وحشه قوي عند الاختصار دي صعبه الصراحه. هو اسلحه زباله بقى برضه جرا. والله حرام. قلت عوض في الترين الباقيين لقيتهم جايبين للتينة. يلا بينا او منك انت يا جوكو. لولا جوكو هي اللي ودتني للميكانيكي بتاع دوكو. بيجيلي 90 سرعه. طيب اعمل ايه؟ يوم ما جالي صاروخ الولا لابس زجاجه الصاروخ ما اثرش فيه. في المنحدرات الثلجيه. يلا ده العادي ده العادي. لسه هن احمد تي برضو كان هو اللي قدامي في المنحدرات. يسع معاه درع وكمان ده يعني درع بدرع بس هو كان الدرع اللي معاه اخضر يعني. يا سلام. التالت اتضرب. حلو. كهرباء. يا سلام. مش مشحونة. اوعى اوعى. حلو. احمد وقف عند السرعة عشان ياخد السرعة. برافو عليك. ما تروحيش يا سرعة. اه يا عم اعمل تربو. بلا دودو بلا. اول ما افقد الدرع على طول. اول ما افقد الدرع على طول. جوكو دي على طول بتيجي متاخر. لازم لما اتضرب خالص واتطحن تيجي بقى تبوظ الدنيا اكتر. ما خلاص يا جدعان انا اتضربت من كل الناس اصلا. واحمد 8 برضه معايا. يا عيني يا ابني. تعالى يا ابني نونس بعض يا ابني. هي مش فارقة كتير معايا خلاص. جيب الأول وبعدين يبص. آه طب أعمل إيه طيب؟ بص بص أنا الطريق ده ما بحبوش. امشي معايا زق معايا الطريق عشان هنا على آخر. أنا على آخر. بس كده ضربت جوكو. بس كده امشي متطمن بقى. انا كنت فاكر معايا سوبر انجن والله. يلا اه ده عمال يجي له سرعات كتير. ماشي انا فكرتها سوبر انجن. يا عم المس السرعه. اعمل قفزه تسريعيه. اعمل اي حاجه. اجدي مصلحه. اعمل اي ميل على دماغك يا عم. ايوه كده.
احمد دبليو تاني. ابراهيم معلش يا ابراهيم انا عارف ان انت عندك فرصه يا ابني والله انت في الاول بس اعمل ايه بقى اعمل ايه الحياه صعبه يا ابني خلاص بقى ده انت بسرعه يا احمد يا احمد 8 يا احمد 8 يا سيبني اعمل اي حاجه يا اخي انا الاخير شكلي وحش عدي يا ابراهيم يا الله بينا بلمس السرعة طيب جميل الرمان سنايب ده ايه ايه يا ابراهيم الله جيبها فيه يلا ايوه كويس شفتهاش وضع الدرع ليه اوه شفتوا التشطيف الاسطوري ده يلا علي عيب عليك انت بارد بارد انت واللعب ابرد من بعض عدي يا عم بعت له الدرع بقى خلاص ماشي اتوقع ان انا هبقى الخامس ضربته تاني ضربته تاني حلو
حلو ماشي. كان في حرب كده شويه، عمال اجري ورا الولا اجري ورا الولا، وفي الاخر اول ما وصل له تجيك كهربا تضرب الاول بس ويجي لي درع بعدها. ماشي تمام، جبت المركز الاخير بجداره، بس كان يعني لوبي ممتع الصراحه يعني. وكالعاده برضه انا ضيعت ابراهيم واحمد دبليو ضيعني وضيعته وضيعنا بعض كلنا، وبقينا في الاخر وبريم كان ممكن يبقى الاول، بس احنا انا اللي ضيعته، معلش يا ابراهيم معلش. بقى التالت برضه حاجه كويسه يعني، وكان فرق نقطتين عن الاول يعني، الاول 48 الثاني 47 وهو التالت 46. انا اسف التينه والله، كنت عايز ادخل قبلي في الاخر، صعب عليا من كتر ما بضربه، ما بيجيليش سلاح غير هو معايا، اعمل ايه؟ او ما يجي جنبي او قدامي يجي لي سلاح. عامه يعني ده كان كل حاجه النهارده، ما تنساش بقى لايك سبسكرايب الحاجات الحلوه دي، اتفرج على الفيديوهات السنه اللي جايه، ويلا سلام.